قد يكون برنامجنا ده 10 الصبح في الاهلي من اكثر البرامج اللي بتلقي الضوء على ملف الرياضات البارالمبيه المختلفه، وده اللي هنعمله دلوقتي في هذه الفقره. النهارده هنتكلم مع حضراتكم تحديدا عن تنس الطاوله البارالمبي، والحقيقه في كلام كتير هيتقال في هذا الاطار، خصوصا وان مصر بتستضيف منافسات البطوله الافريقيه المؤهله لبارالمبياد باريس 2024. ده طبعا غير ان منتخبنا حقق مؤخرا عدد من الميداليات في مجموعه من البطولات الدوليه المختلفه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف منورنا ومشرفنا النهارده ضيفنا كابتن سيد موسى، مدرب المنتخب المصري البارالمبي لتنس الطاوله، والجدير بالذكر لحضرات ان هو الملقب بكابتن سيد الصيني، واكيد هنحب نعرف منه تفصيلة هذا المسمى. منور الدنيا، صباح الفل يا كابتن. صباح الجمال وصباح النور، وانا سعيد اني مع حضرتك استاذ كريم، وسعيد مع استاذ نهاوند. اهلا بيك. وانا متابع جيد للبرنامج طبعا. وكل يعني فخر ان انا اكون مع حضراتكم يعني. نور الدنيا. يعني احنا سعداء طبعا بالاستعدادات كمان اللي حضراتكم يعني بتتخذوها دلوقتي، والشغل اللي بيتم، والبطوله طبعا افريقيه مهمه جدا هذه البطوله. نبدا من هنا برضو يا كابتن، وتقول لنا كمان وتطمنا الاستعدادات واصله لغايه فين، احنا البطوله دي عايزينها يعني ان شاء أكيد الله. اكيد والله. ببدا من احنا معسكرنا كان ابتدى يوم 5/9، والمفروض ان هو ينتهي النهارده ان شاء الله، لان البطوله بكره. كمان كان في صاله حسن مصطفى اللي عايز كمان اتطرق لها في الكلام، ان حاجه مصدر فخر لينا كلنا قدام الاتحاد الدولي، لان كان في معسكر برضو بينظمه الاتحاد الدولي كان بقياده الخبير الايطالي اليساندرو، اللي قعد يعني كنا امبارح في العشاء يعني بيقعد يعني في تقريره بيتكلم باشاده كبيره ان صاله زي دي فيها فندق، فيها صالات، فيها ارضيه، فيها اضاءه، يعني هو الراجل بيقول ان كل حاجه كانت فوق الممتازه في تقريره يعني. وكان يعني معانا بعض الدول ضمن الاتحاد الدولي يعني في التدريب، كان معانا الكاميرون، كان معانا لعيبه من كينيا، كان معانا لعيبه من جنوب افريقيا. بس فاستعدنا للبطوله يعني من يوم 5. حلوه الاشاده دي لما تيجي من خبير دولي وايطالي يعني شاف قليل وكتير، فكله يثني على حاجه زي كده، ومش مضطر انه يعمل كده، مش مجامله اكيد. هو بيقر واقع هو لمسه بنفسه. ده هو حضرتك بقاله 12 سنه هو ماسك يعني الخبير اللي بيجي للدول من قبل الاتحاد الدولي، يعني هو حاجه كده يعني في الكلاسات هنتطرق اليها، يعني كلاسات الجلوس او الوقوف. فهو طبعا حد يعني فيمس يعني مشهور يعني. بس البطوله كمان يعني من مميزاتها ان هي تقام في مصر او في صاله حسن مصطفى، ان هي بتسمح لنا بالمشاركه باكبر عدد من اللاعبين، بتسمح لنا بشاركه 3 في كل ايفنت او 3 في كل كلاس، يعني في حدود 60 لاعب ولاعبه من اجمالي 109 لاعب ولاعبه في اجمال البطوله. من المميزات برضو ان في حاجه اسمها التصنيف الطبي، دي بتبقى يعني في الكلاسات بتبقى في من كلاس 1 لـ 5، ده بيبقى وضع جلوس اللي هو الكرسي المتحرك، وفي من 6 لـ 10 ده بيبقى وضع الوقوف. فبتبقى طبعا مين اللي بيصنف بيقول مين كلاس 1، مين كلاس 2، مين كلاس 10 وقوف. يكاد يكون كلاس 9 و10 ده أسوأ، يكاد حاجات بتبقى مشاكل بسيطه يعني. طب مين اللي بيحددها؟ هو التصنيف الطبي، وده برضو ليها حد معين اللي هو مستر بابلو برضو ايطالي بيجي هو يحدد. فميزتنا ان احنا تقام في مصر البطوله ان في بتبقى كلاسات ممكن العداله متحققه من خلال التصنيف ده على طول. بالظبط كده العداله، لان في اعاقات بتبقى شديده في حسب درجه الشده. فدي كانت ميزه برضو ان احنا يعني الاتحاد الدولي جاي بتصنيفه الطبي، جاي يحدد الكلاسات مين يبقى في 2، مين ممكن، مين من 7 يعني حصل من 9، مين ممكن ينزل في كلاس 7 كده يعني.